يسأل ويقول: يوجد امرأة سبق وأن تزوجها جدي والد والدتي ودخل بها وعاشت معه فترة من الزمن وطلقها. سؤالي: هل أكون محرما لتلك المرأة بصفة زواج جدي منها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، أنت محرم لهذه المرأة لأنها زوجة لأبيك، لأن الجد أب. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وهذا يعتبر من أبناء البعولة، لأنه سبط لزوجها، فهو من أولاده، فلها أن تكشف له ويعتبر محرما لها. نعم.